تاني مره شرب تاني حطه كمان بعدها شال بعدها فاهم ايه؟ اما بتحط حاجه الحصان مش هيعرف، لما بتحط حاجه تقيله هروح رافس يقول لك خلاص حطوا لي الاول. يعني فكره التدرج حاجه صغيره تتقلها تقلها تقلها بعد كده خلاص فاد عليها بس ما حسش بالتدريج. ده زي نفس ابطال العادات في السجاير، بعضهم يقول لك هحط بتاع كده وضيق الخرم كل شويه الخرم لغايه ما تعمل نفسك مسكه وما تاخدش حاجه. هي نفس الفكره في الناس اللي بيعالجوا بيها المرضى المدمنين، بيدي لهم المخدرات بس ينقصوها شويه بشويه شويه غايه هي المستمع. شفت بقى الفكره؟ هناك نظريات اخرى لابطال العادات، بس انا بوصل لك لما اكل بقى الاشياء دي في علم النفس والتربيه اشوف الانسان ده بيعمل ايه صح وافهمها واتعلم ان الراجل ده لما بيعمل كده الدوافع بتاعته ايه او مقدره. زي ما بقول لك في علم النفس حاجه اسمها الاسقاط. تقول له يعني الاسقاط؟ يقول لك دي في علم النفس نظريه تقول ايه؟ احيانا الناس ما بتحبش تشوف حاجه وحشه فيها فيبقى خايف خايف قوي جدا ومرعوب. يجي لك كده اول مره واحده وقاعد كده تخاف من ايه يا مختار؟ خش خليك كويس بس انا شايفك انت جبان وهو 60 جبان. اللي هو يقول لك اه هو عايز يسقط عليا تاني يوم يبقى انت فاهمه يقول لك ان شاء الله اتحمل ربنا يصبرك يا فلان وربنا يزيد اللي عليك. هي دي القصه ان انا ازاي افهم الاخر في التعامل. يبقى انا عارف نظريات التفاهم وعلم النفس والناس بتعمل ازاي وتتصرف ازاي وتقول ايه وبتخاف من ايه. هنا لما اعمل كده هشوف المتعلم عايز ايه وايه اللي بيكرهه وايه اللي بيحبه والمراحل النفسيه اللي بيمر بيها. عاوز يتعلم عن طريق القصه وهو صغير، طريق المغامرات وهو مراهق، كذا كذا. عموما المداخل دي لما انا بعرفها اعلم اولادي هعرف الناس اي ناس هتتعامل معاها. مديرك هيعتبر تلميذ لو انت بتكلمه، او رئيسك او استاذك أو اي حاجه. اذا تعاملات البشر تحتاج الى اسلوب اسمه تربوي ونفسي. واصبحت هناك نظريات كبيره جدا يقول لك اعاده البرمجه العصبيه، لان يقول لك ان الحيطه دي لها علاقه بيك وشكلها بيك ولازم تغير كذا والمنظور ده هيأثر في كذا. كلام وقصص بلا حل ولا نهايه. اذا انا ابسط حاجه اعرف الاشياء دي ازاي عقل الانسان بيفكر وازاي طريقته في التفكير وازاي المحاولات بتاعته وانسب الطرق ايه للمراحل ايه وانسب الطرق ايه للمواد المختلفه. هذه قضايا انا بعتبرها اساسيه لكل متعلم او كل داعيه او كل دارس في اي علم. حتى الطبيب وهو بيدرس بيدي الدواء او هو بيعالج او بيشجع ليه بقى؟ لان عمل طريقه معينه ودي على فكره موجوده وانتم عارفينها. قالوا يا جماعه للشباب انتوا بتسهروا وبتاخدوا حبوب وعملوها على مجموعتين. الحبوب دي قول عليها زي كما لو كانت نعناع. يعني ما فيهاش حاجه ان شاء الله خدها زي ما خدتهاش. بس طبعا ملهاش طعم النعناع. قال لهم يا ولادي بصوا الحبوب دي اللي هياخدها هيسهر وهيذاكر وهيركز. وادي المجموعه الثانيه خلي بالك الحبوب اللي خدتها دي هتنوم وهتخليك خام وهتخدرك. ولا وسابوا دول وسابوا دول. دول سهروا وعملوا مش عارف ايه لان ايحاء ودول ناموا او حصلوا كذا. ليه؟ لان هي فكره مقاومه المرض والعزيمه والقابليه. احيانا يقول لي انا عايز حاجه مع الاولاد كده تشد حيلي فتديله حاجه. انا هحط هحط لي الفلاشه دي بتاعتي. نعم عاوز الشحن. انا ده كويس والله الله يكرمك. يا ما انا دلوقتي عايز واحد معايا يفكرني ويذكرني ويقول لي الايام بتعرف فيها ايه ولا اعمل ايه ولا ايه. بس انت تديله حاجه اسمها بلاتين. ايوه بلاتين اللي هي مزود الفكر في مطعم عظيم. وتيجي تقول لي تاني تاني الله يبارك فيك يا دكتور. حلو انا مبسوط منك يا دكتور حمدي. ان انت يا جماعه ادعوا لي. هو اساسا ما خدش حاجه بس هو فعلا انا مبسوط منك ان انت بتجيب امثله حيه تجسد الموضوع في مجال الصيدله ومجال الطب ومجال العلاج ولا برافو عليك. هي دي بقى ولذلك انا هجاوبت عليك بقول لك تاكد من اي علم. انا هو بقول لك انا في رايي انا اتمنى اعرف الاساسيات بتاع كل العلوم انما مش هتحصل عمرها ما تحصل. اعرف ذره وهندسه وطب وصيدله وكيمياء وفيزياء لا لابد انت تخصص حاجه بس زي ما بقول ايه تاكد ان كل شيء هيكون ليه لزوم.
كل شيء، حتى يقول لك تنسيق الزهر، يقول لك زهر ايه يا عم، احنا بنحطها كده وخلاص. لا، ده على فكره اليابان علم، وهم بيحبوا الحاجات دي قوي ويهتموا بيها جدا. احنا يا لو واحد زرع ورده، واحد قطفها يرميها، لا الحته دي عندهم الجانب الكمالي النفسي، تفتح تهيئه. ولذلك انا مره دخلت على ناس في مدينه نصر اللي هو اسمها بتاع الاسكان والتعمير دي، فوجدت كوبايه وعليها ورد، دي نادرا الاقيها في مكتب، انا مت اشجعها. عشان انا لما اعمل حاجه زي كده ومحدش واخد بالي منها اقول لك يا الله العظيم اللي بيحط ده مؤاخذه، خشبه زي اللي ما بيحطش، زي اللي حاطط حاجه بتاع. ولذلك التشجيع الاخر ايه؟ عشان يزداد الامور جمالا ونظافه. اللي يلاقي حاجه يقول لك يا بابا انا مبسوط جدا لان الموضوع ده كان منظم، انا مبسوط جدا ان الورده دي حتى مين اللي هتقول لك بس ذوقه كويسين. يوم الواحد اللي بيعمل حاجه يحس ان الاخر حاسس بيه. شفت الفكره؟ هي دي قصه تبدو صغيره. اهلا وسهلا. معلش معلش، ولا يهمك ابدا، انا مقدر والله.